القاعة الرئيسية. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج رايحة حلقة مميزة بعنوان المقدسات المسيحية في القدس، وقد استعرضت الحلقة أهم الحقبات التاريخية التي مرت بها مدينة القدس خاصة في القرون المسيحية الأولى. فإلى هناك. يعني أنا لما بقعد بتساءل، مع أنه في ناس كتير بقول يا دكتورة أنت عم تحكي هذا الكلام مش مظبوط منك، لأنه لازم يكون عندنا رجاء، وإذا إحنا يعني عم نحزن على اللي بيصير ولا تحزنوا كمن لا رجاء لهم، فإحنا عندنا أمل وعندنا رجاء. ممكن إحنا عم نوجه هلأ نداءاتنا لباقي الدول المجاورة والدول الأخرى إنها ترفع هذه الصلوات أيضا، لعل ربنا يرحمنا ويعطي هالأرض المقدسة هالسلام ويحمي هالأطفال اللي قاعدين عم بتقتلوا، هالنساء اللي قاعدين عم بترملوا، هالنساء اللي عم كمان بيستشهدوا، والرجال اللي الكبار السن اللي قاعدين عم بتنهدم عليهم البيوت والعمارات وعم بيندفنوا أحياء تحت الركام. يعني عم نشوف مشاهد جدا بشعة، يعني ومنقول إنه الإنسان عم بيعمل هذا الشيء للإنسان، الإنسان اللي خلقه الرب على صورته ومثاله، هذا الإنسان اللي عم بتعرض لهذا النوع من الأذى والألم. فإحنا بنحزن، يعني عم نحزن إنه إحنا كبشر وعم بنحكي هذا الكلام خلال الميديا والإعلام ومنكتب على المواقع وعلى التلفزيون، نطلع تنحكي عن الرجاء والأمل والصلاة والسلام والمحبة والتعامل مع الآخرين، وعم نيجي ونجد الآخرين اللي عم نصلي لهم عم بيشتبكوا مع بعض وبيتعاملوا مع بعض مش بإنسانية ولا بشرية. فبهالوحشية هذه اللي قاعدين بعض الأشخاص أو بعض الجهات أو بعض هالنزاعات اللي عم بتصير بهذه الوحشية اللي عم يتعرض فيها الإنسان الآخر، بغض النظر الإنسان مسيحي مسلم يهودي، نحن عم نحكي على كمية الدمار وكمية الوحشية والأذى اللي عم بيتعرضوا فيها البشرية. ونحن ربنا يرحمنا جميعا برحمته، ومنضلنا ندعو ربنا يرحمنا جميعا برحمته، يا رب طل علينا وارحمنا وارحم هدول الأشخاص اللي عم بيعيشوا هذا الألم، إن كان بفلسطين، إن كان بلبنان، إن كان بسوريا، إن كان بكل الدول باليمن وبالعراق، يعني ما في حدا سالم بهاي المنطقة. وهذه المنطقة اللي بنسميها المنطقة المقدسة. شو معنى مقدسة؟ الأرض المقدسة. ما معنى الأرض المقدسة؟ مقدسة يعني من قدس، من قدس الله، قدسية الله. نعم. يعني هي مكان خصصة وبنية وعملة لأجل تكريم الإله، هذا القدسية اللي بنحكي، حتى اسمها بالعربي القدس، مقدس المدينة. بنرجع باللغات القديمة بالعبرانية بنقول أورا شليم، أورا مدينة، شليم شالوم، شليم أرض السلام. نعم. فهي التي لم، ما تفضلت، لم تدق السلام من أيام زمان زمان، يعني مش من العهد القديم بالعهد الجديد. نشوف في إنجيل يوحنا 24:36 يعني بيطلع بسابق علمه، بيشوف الويلات اللي مرقت فيها وبيشوف الويلات اللي جاي، بيشوف التاريخ كله. يسوع المسيح كان من أعماق قلبه قال أورشليم أورشليم يا واجمة الأنبياء والمرسلين، كم ودد أن يجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها وأبت. يعني كان يتألم على المدينة وتنبأ بأشياء كثيرة راح تحصل في مدينة القدس، وما زلنا المعاناة مستمرة حتى يومنا هذا للأسف، تهدى كم من سنة بترجع، لأنه الحقوق مش 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 معطاة بعدالة، لأنه طمع الإنسان وجشعه هو سبب كل يعني بالزمانات قعدوا على طاولة المفاوضات الفلسطينية بأوسلو مع الإسرائيلي وفيما بعد الاتفاقيات اللي حصلت. وبس كل ما بيجي يعني بيجي رئيس وزراء جديد في إسرائيل بقلب الطاولة بده يرضي جهات متشددة من طائفة معينة عندهم، فبقلب الاتفاقيات، ومن طول عمرهم هم ما بوفوا بالوعود. هلا القدس تحوي عدة حضارات، وحسب التاريخ إنه كل حضارة بتقوم على الحضارة اللي قبلها، بتندثر وبتقوم فوقيها، بتندثر وبتقوم فوقيها. فيعني لما أنت بتسأل إنه ماذا يوجد
تحت هذه الحضارة القائمة حاليا، يعني هذه الأرض، هذا يعني كثير في من الأثرات مع هالحفريات وهيك بباطن الأرض كانت مدمولة وتنبنى عليها حضارات صحيح. أخرى. هلا احنا مش على انه مثلا أحقية اليهود في مطالبة بانه هيكل سليمان وهذا الحائط تبع حائط سليمان ومكان الحرم القدسي اللي عند مسجد الأقصى اللي بدعوا فيه انه هناك النبي إبراهيم اجا التنوير والتدخل الإلهي وقت ما منع انه ربنا يقتل إبراهيم إسحاق، يعني في مساحة الحرم انه بيعتقدوا انه هناك تم التنوير. روايات مختلفة، فادعاءاتهم موجودة هن يعني ويؤمنون فيها انه هذه ادعاءات هلا موجودة عبر التاريخ، أين مكانها بالضبط ما بنعرف. يعني مثلا لما رحنا على مدينة القدس لما زرناها كانوا يقولوا لنا إنه هون يسوع المسيح لما صعد إلى السماء هون إجره هادي هون. هلا هل صحيح إنه بهذه البقعة؟ إنه التاريخ والأماكن اللي حسب سرد بالإنجيل المقدس يعني بقول لك يعني بحدود هاي المنطقة بس مش بهذه البقعة بالذات، يعني في كتير أماكن، يعني لما الصخرة اللي كان يسوع يبكي عليها ويصلي عليها بالجثمانية بستان الزيتون إنه أي وين هي الصخرة؟ شو موجود الصخرة؟ شجرة زيتون وأي شجرة زيتون؟ يعني هو مش إنه البقعة بالضبط هذه المكان، هو الرمزية بالزبط. يعني جبل الزيتون الرمزية، كل حجر فيه صار بالنسبة لنا مقدس، كل شجرة زيتون فيها مقدسة. بسفر أعمال الرسل ببين نعم. كيف التلاميذ بلشوا يقسموا العمل بعد اهتداء القديس نعم. بولس، قرر القديس بولس هو يذهب إلى الوثنيين والقديس بطرس يبشر اللي من أصل يهودي، فتأسست الكنيسة بالقدس وأصبح في 5 بطركيات أساسية ظلت مستمرة لل 1054 قبل الانشقاق الكبير وانقسام الكنيسين نعم. الشرقية والغربية. بنحكي عن القدس، أبرشية القدس، بنحكي عن قسطنطينية، بنحكي عن أنطاكيا، بنحكي عن الإسكندرية، بنحكي عن روما نعم. الخمس كراسي الرئيسية اللي فيما بعد بنشوف كيف تفرعت العائلات حسب اللغات اللي كانت تصلي فيها نعم. فالتقسيم ليس طائفي، هو تقسيم طقسي، هو تقسيم إذا جاز التعبير فيه هو الغنى الفسيفسائي في التنوع بالحضارات والثقافات اللي انعكست على 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 التقاليد الكنسية وحتى على الأسرار. يعني بنشوف بأفريقيا كيف بالكنيسة بعزفوا بغنوا برتلوا نعم. بطريقه نعم. بالنسبه لنا لافت للانتباه، يعني مستغرب انه كيف برقصوا وقاعدين يعني هذه ثقافتهم دائما أدخلوها. كان الطقس يلبس الثقافه السائده بالزبط. في المنطقه، فهي إن ما كانت اقباط عقائدي، إن كان اتراك بتركيا بقسطنطينيه بانطاكيا بدمشق سوريا بلبنان بالطقس الماروني بالقدس، الطقس الأرثوذكسي الشرقيين الملكيين الكاثوليكيين، وبروما الطقس الرومان الكاثوليك يعني اللي هن اللاتين كمان، فكل طقس بيحمل الثقافة تاعت البلد اللي واللغة موجود فيها الحكى فيها، وهذا يعني مش غلط بالعكس يعني. تنوع. بس فيما بعد 1054 صارت الأشياء عقائدية طلعوها دي يتجادلوا فيها، بس هي بالأصل هو هذا التنوع غنى. يعني مو معقول كنيسة بأرمينيا مثلا تصلي بلغة مش الأرمينية، مش لغة البلد، وحافظوا عليها حتى بعد الإبادة وبعد التشرد وبعد اللي صار كله، ما زالوا الأرمن اليوم بصلوا بالطقس الأرمني.